ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا سنة تالتة، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنشرح النهاردة موضوع التيتانوس والجاز جنجرين. موضوع سهل وبسيط، عايزين نقول مع بعض اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. طبعا السلايد الثابتة معانا من اول السبيشيال، ان احنا بنتكلم عن الديفينيشن وبنتكلم عن التشين اوف انفكشن من اول الريزرفوار بعد لحد المود اوف ترانسميشن، مرورا بالكلينيكال بيكتشر لحد ما اوصل في الاخر ان انا اعمل بريفنشن وكنترول للديزيز. تمام، هنبدا بقى نتكلم عن اول موضوع معانا هو التيتنس. طيب عايزه اعرفكم بس قبل ما نبدا نتكلم في الكلام المكتوب ده، ايه قصه التيتنس اصلا؟ قصه التيتنس ان في حد اتعور، تمام، في مكان ملوث. المكان ده ملوث بايه؟ بفضلات الحيوانات. الفضلات بتاعه الحيوانات دي فيها السبورز بتاعه البكتيريا اللي هي اسمها كوليستريديم تيتانوي. تمام، البكتيريا دي بتبقى عايشه في الانتستين بتاعه الانيمال كومنسال. تبدا فضلات الحيوانات دي تبقى فيها البكتيريا، والبكتيريا دي تبقى عامله سبورز جوه السويل، والسبورز دي تعمل انفكشن لايه؟ للوند او للشخص اللي هو اتعور في المكان ده وحصل له ايه كونتاكت مع الفضلات دي اللي هي فيها السبورز. تمام، دي قصة التيتانوس. طيب الديفينيشن بقى عندي بيقول لك هو فورم من الوند انفكشن. لازم ابقى عارف ده ان هو يعني الديزيز دوت فورم من الوند انفكشن، او ايه اللي بيحصل فيه؟ وند انفكشن، الباثولوجي اللي فيه وند انفكشن. طيب بيتارجت انهي سيستم؟ بيتارجت النيرفس سيستم. تمام، يبقى هما الكلمتين دول اللي عايزك تعرفهم، وند انفكشن فورم من الوند انفكشن وبيتارجت النيرفس سيستم. طيب الكوزيتيف ايجنت عندي هو زي ما قلت الكوليستيريديم تيتانوي او التيتانوس باسيلس. طيب عايز اعرف شويه معلومات مايكرو كده عن الموضوع ده. هي انيروبيك، مش بتحتاج اكسجين. سبور فورمينج، بتكون سبورز، ما احنا قلنا ان هي بتعمل بتحصل بيحصل لها بتعمل سبوريوليشن في السويل، والسبورز دي تبدا تبقى موجوده. ولو الشخص ده شخص متعور مثلا جرح، السبور بقى تبدا تعمل انفكشن لايه؟ للجرح. طيب بتطلع اكزوتوكسين، قلنا الاكزوتوكسين ده بيتارجت انهي سيستم؟ شاطرين، النيرفس سيستم. طيب البكتيريا دي موتايل جرام بوزيتيف درامستيك ابيرنس، كان ليها شكل مميز قوي في المايكرو كده، كان ليها سلايد شكلها زي عصايه الطبله كده. المهم ان السبورز دي بتبقى ريزيستنت قوي بره الجسم يعني، وما بتموتش غير بالاوتوكليف اللي هو ستيم اندر بريشر. تمام، طيب يبقى انا مش عايزه من الكلام ده غير ان هي تعرف ان هي وند انفكشن، وان هي بتارجت مين؟ النيرفس سيستم، وان الانفكشن بيبقى عن طريق مين؟ عن طريق السبورز. طيب اهي زي ما انتم شايفين الصوره قدامكم، ادي الكوليستيريديم تيتانوي اوبليجاتوري انيروبس، بتبدا تطلع السبورز، السبورز تطلعها في السويل. السبورز دي ريزيليانت يعني مش بتموت بسهوله، ما بتموتش غير بالاوتوكليف، وشكلها زي ما قلت لكم دراميستيك ابيرنس. طيب السبورز دي بتطلع فورم من التوكسين اسمه تيتانوس بازمين، على اسم الديزيز يعني تيتانوس بازمين. وطبعا سبازمين عشان هو اصلا احنا لما نيجي نتكلم عن الكلينيكال بيكتشر هتعرف ان الديزيز ده بيعمل لي سبازم في المصل، فتيتانوس بازمين. الفيجيتيتيف فورم بقى من البكتيريا نفسها بتطلع اكزوتوكسين. تمام، احنا قلنا بالتارجت مين؟ نيرفس سيستم. طيب الريزرفوار بقى، معلش الكلام جه كوندنسد كده، ما خدتش بالي والله ان هو كده. طيب الريزرفوار ايه؟ الريزرفوار انيمال، احنا قلنا ان هي بتعيش كومنسال في الانتستين بتاعه الانيمال وتخرج مع الفيسز وتبدا تعمل سبوريوليشن. فالانيمال هو الريزرفوار، سواء بقى اللي هم الهربيفورس دول اللي اكلات العشب او الهورسز. طيب المين كمان برضو يعتبر ريزرفوار، بيقول لك اهو الاورجانيزم بيعيش في الانتستين وبيبقى اكسكريتد مع الفيسز وبيحصل له وبيعمل سبوريوليشن outside the body. تمام، طيب بره الجسم خلي بالكو الانفكشن بيحصل عن طريق السبورز، مفيش مان تو مان ترانسميشن، يعني مفيش ان يبقى في كونتاكت ما بين اتنين كده وده يعدي ده، لا لازم السبورز تلوث جرح او تعمل انفكشن لجرح. تمام، يبقى مفيش مان تو مان ترانسميشن. عشان كده لما اجي اتكلم عن الكنترول هقولك مفيش كنترول للكونتاكت اصلا، لان مفيش مان تو مان ترانسميشن، لازم امشي بالسيستم بتاع الديزيز اللي هو ماشي، ان الاورجانيزم يخرج في الفيسز يبدا يحصل له سبوريوليت، يبدا يسبوريوليت يعني، وتبدا السبور دي بقى ايه هي اللي تعمل انفكشن لوند معين او جرح حصل لشخص ما في المكان ده. طيب المود اوف ترانسميشن بقى، اي جرح تلوث، اي جرح تلوث باي صوره من الصور تحت اي ظروف،
بانفكشن اوف وان باي سبورز. ما هي السبورز موجوده في السايل، انت بقى ماشي، انت اتعورت اصلا في مكان ملوث، انت حصل لك ظروف معينه في مكان ما كانش معقم، عملت عمليه في مكان مش معقم. طب عايز اعرف بقى الجرح ده ممكن يتلوث في الظروف عامله ازاي؟ تعالوا مع بعض. يبقى المود اوف ترانسميشن الاساسي هو اي جرح تلوث، طيب بالسبور طبعا. طيب هيتلوث ازاي او تحت اي ظروف؟ اول حاجه خالص هي انجري in polluted place، انت دلوقتي اتعورت في مكان ملوث، دي حاجة بديهية كده. طيب تاني نقطة، حاجة اسمها neonatal infection، دي مهمة، او اسمها tetanus neonatorum. يعني ايه؟ يعني مثلا الام وهي بتولد جه وهي ولدت خلاص بقى، ومفروض بيقطعوا بقى اللي هو الامبيليكال كورد ده، فجت عارفين انتوا بقى الناس اللي هي بتولد في البيت بقى والدايات والكلام ده، قطعوا عادي الجرح، قطعوا الامبيليكال كورد، قطعوه بمقص ملوث، او هم كانوا بيستخدموا اصلا بوليوتد انسترومنت او بوليوتد دريسنج اثناء ايه الموضوع ده كله، او اثناء اللي هي الولادة يعني. تمام، فتولد الطفل عنده تيتنس، دي كارثة طبعا. طيب ايه تاني؟ ايه تاني ممكن الجرح يتلوث في ظروف عاملة ازاي؟ سيرجيكال تيتنس، ازاي؟ في مستشفى مثلا بعد عملية معينة، بدأ بعد ما العملية بقى خلصت وفي جرح وكده، الجرح ده اتلوث. طبعا دي حاجة اللي هو الدكتور ده ما كانش مش في وعيه مثلا هو بيعمل الموضوع ده، او الدكتور ده مش عارف الف به نظافة، او الف به تعقيم، او الف به ازاي يظبط نفسه قبل العملية ويظبط المريض اللي معاه. ايه بقى اللي ممكن يعمل يعمل سيرجيكال تيتنس؟ في حاجة اسمها كات جات، دوت خيط بيستخرجوه من أمعاء القطط، وبيبدأوا ان هما يخيطوا بيه الجروح. يعني الخيط ده المفروض بياخدوه بعد كده بيعقموه الأول. طيب الخيط ده ما كانش متعقم كويس، يبقى هو يعمل لي وند انفكشن. طيب الانسترومنت اللي انا استخدمتها اثناء العملية كانت ملوثة، الشخص دوت او انت كان الشخص ده كان عنده سبور جوه جسمه، بدأت انت بقى لما عملت الجرح او انت بتعمل عملية السبور دي خرجت وكانت دورمنت كده جوه جسمه، عايشة نايمة كده جوه جسمه، زي عارفين انتوا الدورمنت انفكشن بتاعت التي بي. انت بقى لما انت عملت الوند ده بدأت السبور دي تخرج وتلوث الجرح. تمام، يبقى انا عندي كذا ظرف ممكن يحصل فيه ان الجرح يتلوث. المود اوف ترانسميشن الاساسي ان الجرح يتلوث. طب ازاي او تحت ظروف ايه؟ ان انت اتعورت في مكان ملوث، مثلا التيتانوس نيوناتورم، البيبي لما جه اتولد مثلا، حصل الولادة حصلت بشكل ما فيش تعقيم كويس، الامبليكال كورد اتقطع بمقص ملوث، الادوات اللي استخدموها كانت ملوثة. طيب السيرجيكال تيتنس بوست اوبريتيف بعد اي عملية، استخدموا بقى ادوات مش معقمة، كان عند الشخص كان عنده دورمنت انفكشن وانا بدأت عملت لها اكتيفيشن لما جيت فتحت الجرح او عملت جرح يعني. تمام، طب ايه تاني؟ البيربرال انفكشن اللي هو الست برضو هي بتولد، الجرح بقى اللي هي يعني جرح الولادة يتلوث بسبور مثلا، او يتلوث او يجي لها الجرح يتلوث بقى بالتيتانوس. اهو infection of the uterus by non-sterile instrument، برضو استخدمت instrument مش معقمة. وطبعا يعني الناس اللي هي بتعمل عارفين انتو الاجهاض الغير شرعي septic abortion بقى، فدي طبعا بتعمل كتير قوي puerperal infection، وده طبعا بتندرج على فكرة تحت البوست اوبرتيف، يعني ما هي تعتبر الولادة عملية. ممكن اوتوجينيك انفكشن عن طريق الاير، ممكن مثلا شخص حد يدخل في ودنه حاجه ملوثه ويكون مثلا في بيرفوريشن في التمبانيك ميمبرين، يبدا يحصل له برضه وند انفكشن. ممكن ايديو باثيك بقى مش عارفين السبب ايه. يبقى انا بس عايزه الكلام ده يتقري كده كويس، انا ببقى عارف ان ده كونتاكت ديزيز، اي جرح تلوث هو ده الموت اوف ترانسميشن. تمام، الكلام ده يتقري كده ويتعرف، هو كونتاكت ديزيز، اي جرح تلوث هو ده المود اوف ترانسميشن. طيب الانكيبيشن بيريود من 4 لـ21 يوم، عرفها برضو. بالنسبه بقى للكلينيكال بيكتشر، احنا قلنا ان الاسم الديزيز ده اسمه لوك جو، هنعرف تفسير الاسم ده دلوقتي، ولكن عايزه اقول لكم ان احنا قلنا برضو ان البكتيريا دي بتطلع اكزوتوكسين، الاكزوتوكسين ده بيتارجت النيرفوس سيستم، بيبدا الاول ان يروح يعمل انفيجن للبلاد، يعمل لي توكسيميا.
تمام، وكمان يروح يأفكت النيرفس سيستم. طب بيأفكت انهي نيرفس؟ بيأفكت الموتور نيرفس بتاعة السباينال كورد والبرين ستيم، تمام، يبقى بيأفكت الموتور نيرفس، عشان كده بيعمل لي سبازم في المصل. طيب يبدأ يعمل لي تونيك سبازم في المسلز بتاعت كل الجسم مرورا بكل المصل. يبدأ ايه اول في الاول المريض يحس بسبازم كده في المسلز اللي هي حوالين الجرح نفسه، الاجزاء العضلات اللي حوالين الجرح نفسه فيها توم، بتاع التوم فيها عالي كده وفيها سبازم. بعد كده الاقي سبازم في عضلات الفك، فيبدأ يجي من هنا يجي الاسم بتاع اللوك جو او التريزمس، في ليميتد موشن كده لحركة الفك نفسه، تمام. بعد كده تبدأ الفيشيال ماسل كلها تتأثر. يعمل لي حاجة كاركترستيك قوي للتيتانوس اسمها رايزس سردونيكس، وعرفها كويس قوي. رايزس سردونيكس دي ايه بقى؟ بيقول لك الشخص بيبقى يعني عارفين اللي هو مبتسم بس بيجز على اسنانه في نفس الوقت، فميكسد اكسبريشن كده، انت مش عارف هل هو بيضحك ولا هل هو متعصب ولا هل هو ميكسد اكسبريشن اوف سمايلي، تمام. عضلات الباك، أرش الباك، عضلات الأبدومين، أبدومين المصل سباسم. يبقى كلمة السر عندي تونيك سباسم في المصلز. ليه؟ لأنه أفكت الموتور نيرفس بتاعة السباينال كورد والبرين ستيم، تمام كده. طيب أهو زي ما انتوا شايفين في الصورة لوك جو، عضلات الفك فيها ليميتد موشن، هو مش عارف يفتح بقه أصلا، difficulty swallowing عشان عضلات برضو البلع، shortness of breathing، ما هو التنفس فيه عضلات تنفس صح ولا لأ، يبقى شخص أصلا بيموت من respiratory failure، تمام. body spasm في كل عضلات الجسم بيبقى فيه spasm. طيب الكومبليكيشن زي ما قلت لكم untreated cases، في طبعا high case fatality نتيجة ايه؟ نتيجة respiratory failure وال heart failure، عضلات الجسم كلها بتتأثر، وطبعا أهم عضلات عضلة القلب وعضلة respiration. البريفنشن بقى ونركز مع بعض، عايزين نعرف ان البريفنشن هنا بنبدأ طبعا بالبيزك ميجرز. البيزك ميجرز على فكرة ليها دور مهم قوي برضو، ان انت تعمل سانيتيشن للانفايرومنت عن طريق ان انت تخلي اماكن الحيوانات بعيد عن اماكن الانسان، تستبدل العربيات الكارو باللي هي الميكانيكال فيكل، تعمل هيلث اديوكيشن، تعرف الناس المود اوف ترانسميشن، تعرفهم ازاي يحموا نفسهم من الديزيز دوت، وتعرفهم الكومبليكيشنز بتاعت الديزيز ده عشان يعرفوا اهميته وخطورته. طبعا كوميونتي ديفلوبمنت وكلين انفايرومنت سواء في مستشفى سواء في اوت بيشنت كلينيك اي حاجه، تمام. بيزك ميجرز كلام كده نقراه ونعرف ان هو مهم. طيب السبيسيفيك بريفنشن بقى بالتلاتة، يعني ايه بالتلاتة؟ يعني فاكسين وكيمو وسيرو. اول حاجة الفاكسين او الاكتف اميونيزيشن، بعمل فاكسين او بعمل اميونيزيشن بايه؟ بالتيتانوس توكسايد، مهم قوي واكيد خدتوه في العملي. موضوع التيتانوس توكسايد ده هيكلموا معاكم في العملي بالتفصيل ويعرفوكوا السكيدول بتاعه مظبوط. يعني احنا بصراحة ساعتها كان مكتوب عندنا في الورق كلام يعني السكيدول بطريقة وفي العملي بطريقة، فانتوا اسألوا الدكاترة هتمشوا على انهي سكيدول بالظبط. يعني المهم التيتانوس توكسايد ده بديل مين؟ بديل للات ريسك جروبس مثلا من الادلت، او الناس اللي هما بتوع الجيش بقى اللي بيروحوا معسكرات بقى وحروب ومعرضين لجروح وجروح وحاجات من دي. البريجننت اهم حاجة، احنا عندنا بيربرال انفكشن وعندنا تيتانوس نيوناتورم. طيب الادلت بديهم ايه؟ الادلت بديهم جرعتين ما بينهم شهرين، وبديله تالت جرعة بعد سنة، تمام. يبقى جرعتين ما بينهم شهرين وتالت جرعة بعد سنة. امال البريجننت؟ البريجننت بديها تلات جرعات اثناء الحمل، اول جرعة بديها لها سيبكم من 16 لـ20 ويكس من الشهر الرابع للخامس، تمام، او في بداية الشهر الرابع، تاني جرعة بديها لها في الشهر الخامس للسادس او في بداية الشهر الخامس، تالت جرعة بديها لها اسبوعين قبل الولادة، تمام. بتجنب خالص ان انا ادي تيتانوس توكسيد في الفيرست تريمستر اللي هو اول 3 شهور، عشان لو حصل اجهاض ما يلبسونيش بقى او ما يلبسوهاش في ايه، في التيتانوس توكسيد. طيب عندي كمان الفاكسين اللي هو الدي بي تي والدي تي، ده بديه لمين؟ للانفنت وللتشيلدرن. يبقى التيتانوس توكسيد بديه اللي هو الادلت والبريجننت، الدي بي تي والدي تي للانفنت وللتشيلدرن. على فكره ده كومبلسوري فاكسين، اكيد خدتوا الكومبلسوري فاكسينيشن جدول كده في العملي، مهم جدا. طيب الدي بي تي بدي روس ميلي انتراماسكولار، طبعا نيفر فريز الفاكسين دوت، عند امتى؟ عند 2 4 6، عارفين اللي هو البنتا فاكسين. بدي بوستر دوز عند 18 لـ24 شهر، وبرجع ادي كمان بوستر دوز عند لما الطفل يجي يدخل المدرسه، يعني عند 5 لـ6 سنين، ولكن دي تي مش دي بي تي، تمام. بشيل البرتسس، اوكي. ما تيتانوس توكسايد بدي لمين؟ بدي للادلت والبريجننت، دي بي تي والدي تي للانفنت وللتشيلدرن، والجرعات بتاعتهم وامتى وكده
هتاخدوه في العملي واصلا هتزهقوا منه وهتحفظوه غصب عنكم. تمام، يبقى كده الفاكسين. بعد كده عندي برضو سيرو بروفيلاكسيز. السيرو بروفيلاكسيز يا اما اميونوجلوبين جايبها من انسان، يا اما انتي تيتانيك سيروم جايبه من ايه، من حيوان. تمام، يبقى الهيومن انتي تيتانيك اميونوجلوبولينز ده بدي 250 ل 500 انترناشونال يونت، بديها انترا ماسكولار، بتدي بروتكشن 10 ايام. طبعا ده بستخدمه امتى؟ لما يكون جرح صغير يعني ومش عامل لي مشاكل. طيب الانيمال انتي تيتانيك سيروم اللي هو الاي تي اس ده بدي منه 1500 انترناشونال يونت سبكوتينيوس او انترا ماسكولار، بيعمل لي بروتكشن ايه لمدة اسبوعين، وبديه على طول اول ما يحصل انفكشن مثلا للوند، والوند كان صغير وما حصلش كومبليكيشن او كده، بدي اللي هو ستيرو بروفيلاكسيس ده. تمام، يبقى انا عرفت الفاكسين تيتانوس توكسويد والدي بي تي والدي تي، وعرفت ستيرو بروفيلاكسيس يا اما الانتي تيتانيك سيروم اللي هو الانيمال انتي تيتانيك سيروم، يا اما الهيومن انتي توكسين اميونوجلوبين. تمام، طيب الكيمو بروفيلاكسيس هنا عندي بالبنسلين. طب بدي امتى؟ بدي لو انا عملت مانجمنت للوند كويس، نظفته كويس، عملت له حطيت مثلا شلت مثلا اي نكروتيك تيشو موجوده او كده، ببدا ادي بقى بنسلين بدل السيرو بروفيلاكسيس، واعمل طبعا السنسيتيفيتي تيست مهم جدا ان انا اعمله. طبعا بعمل مانجمنت الوند ازاي؟ ان انا بنضفه كويس، بشيل اي فورين بودي او نكروتيك تيشو، بستخدم حاجه بقى تعقم الجرح وكده، ديس انفكتنت. تمام، موضوع سهل وبسيط، تيبس بس كده اعلم عليها عندي، اعرف ان الكيمو بروفيلاكسيس هنا بالبنسلين، سيرو بروفيلاكسيس بايه، الفاكسين، الكلام ده حاجات تيبس كده وكله كلام يعني بديهيات. طيب البريفنشن بقى بتاع اذر فورمز من التيتنس، مهمة الحتة دي. تيتنس نيوناتورم عايزه اقول لكم البريفنشن، الاهم بريفنشن فيها هي الاكتيف اميونايزيشن اوف ماذر ديورينج البريجنسي. لازم الام تتطعم اثناء الحمل عشان اقدر احمي الطفل من التيتنس نيوناتورم. طبعا اسيبتك كاتنج للكورد الامبريكال كورد، اعمل تريننج للميد وايفز، احنا مش قادرين نتغلب على الظاهره دي، فهبدا ان انا اعمل لهم تريننج، ادربهم ان ازاي هم يستعملوا يعملوا الموضوع دوت بطريقه تكون يعني ما فيهاش يعني حاجة ملوثة او كده، واديهم طبعا ادوات، تبقى ادوات دي تبقى ادوات مش ملوثة وادوات كويسة بدل اللي هما بيستخدموا. طيب البيربرال تيتنس بقى اللي هو اثناء الولاده، طبعا استريلايزيشن للانسترومنت اللي انا هستخدمها، وكمان اكتيف اميونايزيشن. الحته دي مهمه جدا ان انت تبقى عارف ان التيتنس نيوناتورم والبيربرال تيتنس اهم بريفنشن فيهم الاكتيف اميونايزيشن ديورنج البريجننسي. اعمل كيمو بروفيلاكسيس طبعا بعد الولاده او الابورشن، ادي كورس مكثف من الانتي بايوتكس، ده بيحصل على فكره على طول. طيب ادرب بقى الميد وايفز اللي هم الدايات، عارفين اللي بيولدوا الناس في البيوت يعني. طيب السيرجيكال تيتنس، المستشفى طبعا البيئة العامة للمستشفى لازم تكون نظيفة، دي كارثة اصلا لو المستشفى حصل فيها حاجة شبه كده. اهتم قوي لو في جرح او كده اهتم بنظافته، اهتم ان انا اعقم كويس الاوضة اللي انا هشتغل فيها، الجلد قبل ما اشتغل فيه، الادوات بتاعتي، اللبس اللي انا لابساه اثناء العملية، كل الحاجات دي مهمة، ايدي، كلام ده. استخدم طبعا sterilized cat gut اللي هو الخيط اللي انا هخيط بيه. طيب اهي حطها لكم في سلايد لوحديها عشان ما تنسوهاش. تيتنس نيوناتورم والبيربرال تيتنس اهم بريفنشن فيهم هما الاكتيف اميونايزيشن اوف ماذر ديورينج بريجننسي، اوكي، تيتنس توكسويد. طيب الكنترول هنا بعمل كنترول للكيسز، كيس فايندينج وتريتمنت، سيرجيكال كير للوند، اهتم بالجرح، وسبيسيفيك ثيرابي بقى طبعا دي كيس، فبيبقى سيرو ثيرابي وكيمو ثيرابي، مش سيرو بروفيلاكسيس وكيمو بروفيلاكسيس، يبقى سيرو ثيرابي بايه، يا اما بالانتي تيتانيك سيروم يا اما بالانتي توكسيك اميونوجلوبولينز. ده الانتي تيتانيك سيروم 30 او 30000 او ل 200000 انترناشونال يونت، والانتي تيتانيك او الانتي توكسيك اميونوجلوبولينز 1500 انترناشونال يونت. هي احسن ليه؟ احسن عشان هو بيقلل الاكتيفيتي بتاعت الاكتيفيتي بتاعت التيتانوس يعني، والاكتيفيتي بتاعت التوكسين عموما. طيب الكيموثيرابي ما بستخدموش كتير، بنسلين او تتراسايكلين، حاجه نون سبيسيفيك، مش حاجه يعني سبيسيفيك قوي يعني. طيب بدي مصر ريلاكسنت، ولو في سترايدر او الشخص ده بيتخنق بعمل تراكيستومي على طول، لان بخاف طبعا ان هو يموت عشان في سبازم في الريسبيراتوري ماسلز.
طبعا ما فيش اي ميجرز بعملها للكونتاكتس لان ما فيش مان تو مان ترانسميشن. اما الابيديميك ميجرز طبعا لو فيه لو هوسبيتال او نيونيتال انفكشن لازم ابلغ الاثوريتي اللي عندي وهي تبدا تتخذ الاجراءات اللي احنا هنتكلم عليها بعد كده. طيب الكيوردز بقى اللي هنتكلم عليها في الجاز جنجرين بقى هقول لكم لو حصل لو لقوا في هوسبيتال لقوا وند انفكشن لو عرفوا ان في انفكشن بيعملوا ايه. طيب الكيوردز بتاعتي بتاعت الموضوع ده في الديفينيشن قلنا ان هو فورم من الوند انفكشن وقلنا كمان انه بيتارجت النيرفس سيستم. الكوزيتيف ايجنت كان عندي الكوليستريديوم تيتوناي بتعمل لي سبورز والسبورز دي هي اللي بتبدا تعمل انفكشن للوند. قلنا الريزرفوار مان وايه وانيمال وقلنا ان مفيش مان تو مان ترانسميشن. المود اوف ترانسميشن اي جرح تلوث اي جرح تلوث تحت اي ظروف من اللي احنا قلناها كلينيكال بيكتشر وكومبليكيشن. عايزاكم تعرفوا اللوك جو والتريزموس والرايز السردونيكاس دي حاجات سبيسيفيك قوي لايه للتيتنس. البريفنشن قلنا البريفنشن عندي البيزك ميجرز العاديه وبعد كده عندي السبيسيفيك ميجرز يا اما فاكسين يا اما كيمو يا سيرو. وقلنا كمان البريفنتيف ميجر اللي هي السبيسيفيك فورمز من التيتنس وقلنا ان اللي هي البربرال تيتنس والتيتنس نيناتورم لازم اعمل اميونايزيشن للام ديورنج البريجننسي هي دي اهم ميجر في الموضوع كله. الكنترول قلنا كلام الكنترول كله عادي بس انت تعرف مفيش كنترول للكونتاكتس لان مفيش ايه مان تو مان ترانسميشن. جرعات بقى والحاجات دي يعني انتوا بقى ركزوا فيها او اسالوا برضو هل هي لازم تحفظوا الجرعات وبتاعه السيروبروفيلاكسيس والكلام ده ولا ايه. بالنسبه بقى لموضوع الجاز جنجرين موضوع برضو سهل ما نفس كلام التيتانوس بس نعرف الحاجات المميزه اللي فيه. ونفس الكلام هنتكلم عن الحاجات دي كلها. اول حاجه الديفينيشن بتاع الجاز جنجرين دوت سيفير وند انفكشن. على فكره هو فورم من الوند انفكشن زيه زي التيتنس ولكن بيبقى سيفير والوند بيبقى يعني الجرح بيبقى متهربت بمعنى الكلمه يعني زي ما بيقولوا. تمام. طيب بيتميز بايه؟ بيتميز بماسيف تيشو ديستراكشن وتوكسيميا. يبقى لازم اعرف ان في ماسيف تيشو ديستراكشن اكتر من مين؟ اكتر من التيتنس. ده بتوصل لدرجه ان المكان بيسود وبتوصل مثلا لو في الرجل بيعملوا بتر للرجل لان بيخافوا. تمام. فدي حاجه صعبه جدا جاز جنجرين ده حاجه مهمه ولازم اعرف. تمام. الكوزيتيف ايجنت عندي برضو الكوليستريديوم جروب بتطلع برضو سبورز في السويلز. تمام. في السويل وتبدا يحصل انفكشن للوند. طيب البكتيريا دي بص بصراحه الكلام ده يعني مش شايفاه مهمه قوي بس تعرفوا ان في بيعملوا كلاسيفيكيشن كده للكوليستريديا جروب يا اما برايمري بكتيريا يا اما سكندري. السكندري بتخدم على البرايمري. البرايمري بتطلع لي اسيد وجاز منها ساكاروليتك منها توكسيجينيك. الاسماء بتاعتها بقى اهم واحده اللي هي الموست امبورتنت الكوليستريديوم والشاي. تمام. الكوليستريديوم والشاي هي اهم واحده واعرفها ان هي سبيسيفيك لمين او هي الكوزيتيف ايجنت بتاع مين بتاع الجاز جنجرين. عندي برضو كوليستريديوم ايديميتيانز كوليستريديوم سيبتيكم وعندي بقى السكندري بكتيريا اللي هي بتخدم لي على البرايمري بتطلع بروتيوليتك انزيم تاكل في التشو وبتبدا ان هي بتسهل الجروث والاكشن بتاع البرايمري بكتيريا زي ما قلت لكم زي مين زي الكوليستريديوم هيستوريتيكم وزي الكوليستريديوم سبوروجينيس. اوكي. طيب الريزرفوار عندي هنا برضو مان وانيمال نفس الكلام. الاكزيت نفس كلام التيتنس بالظبط. مود اوف ترانسميشن نفس كلام التيتنس برضو بالظبط بس الوند هنا بيبقى ديب وند ديبلي لاسوريتد وند. الوند فعلا اصلا يعني متهربت وحصل له بقى اتلوث كمان. تخيلوا يعني هناك كان وند عادي لا هنا وند بقى ديب ولاسوريتد كمان يعني متهربت كده وحصل له كمان انفكشن. طبعا سيرجيكال انفكشن بالنون استيرلايزد انسترومنت بوست اوبريتيف او بيربرال انفكشن طبعا بعد السيبتيك ابورشن اللي هي الاجهاض بقى الغير شرعي والحاجات الاجهاض في اماكن ملوثه والكلام ده نفس الكلام بالظبط. طيب الكلينيكال بيكتشر بقى والكومبليكيشن في المكان اللي فيه الوند وفي الانفكشن بيبقى فيه مايو نيكروزس العضلات خلاص بتموت بيحصل فيها نيكروزس بيبقى فيه سيليولايتس برودكشن اوف جاز بتبقى ريحه الوند اوفنسيف قوي ريحته مش حلوه خالص ديستركشن لكل التشو والماسلز اللي حوالين المكان ويبدا يحصل بقى توكسيميا في البلد والكيس فيتاليتي هنا فيري هاي زي ما انتم شايفين في الصوره كده المكان بيبقى اسود اصلا اسود خالص يعني بقول لكم بتوصل لدرجه الباتراس.
طيب البريفنشن بقى كلام كله، بصوا ما فيهوش اي حاجه سبيسيفيك، ما فيهوش اي حاجه، هنقرا مع بعض. سيرجيكال كيرل وان، اشيل اي فورين بودي او اي نكروتيك تيشو، استخدم انسترومنت كويسه، اعمل كيمو بروفيلاكسيس بالبنسلين. طيب لو في سيرجيكال انفكشن، لا برضو اهتم بالجرح، اسبسس تعقيم بقى، اي مكان اي حاجه ملوثه اشيلها، استخدم حاجه تعقمني الجرح، اعمل كيمو بروفيلاكسيس بالبنسلين، اهتم ان انا قبل العمليه اعقم السكن وعقم ايدي والمكان اللي انا بقى شغاله فيه يبقى كله نظيف. تمام، الحاجات دي مهمه. بريفنشن للبيربرال انفكشن اثناء الولاده طبعا، الاسره نفسها يعني مثلا ما يحصل سيبتك ابورشن او ابورشن عشان هما مش عايزين الحمل ده، لا طب ما انتوا رتبوا نفسكم انه مثلا ما يحصلش، انتوا عايزين كذا كذا طفل فما يحصلش حمل بقى بعد كده، عشان ما اضطرش ان انا اخد احتياطاتي، يعني انه ما يحصلش سيبتك ابورشن او ان انا او يحصل ابورشن اصلا. تمام، كيمو بروفلاكسيس طبعا بالبنسلين. طيب السبيسيفيك بريفنشن هنا بقى تعرفوه، بصوا سيرو وكيمو بحرف البي الاثنين، بولي فيلنت انتي توكسين وبنسل، يبقى سيرو بولي فيلنت انتي توكسين وكيمو بنسل. طيب الكنترول هنا عندي بعمل طبعا كيس فايندينج ايزوليشن للحاله في سبيشال بليس، ديس انفكشن للجرح بقى وللحاجات اللي اتلمست وكل الكلام ده، اعمل تريتمنت بكيمو ثيرابي وسيرو ثيرابي زي ما قلت لكم، ده كيس فبقول كيمو ثيرابي وسيرو ثيرابي، كيمو بالبنسلين وسيرو بايه بالظبط، بولي فيلنت انتي توكسين. طيب ايه الدراستيك ميجرز دي؟ بصوا لو هم اكتشفوا ان مستشفى حصل فيها حاله جاز جنجرين، كارثه كارثه، المكان يتقفل فورا، المكان يتقفل، يبقى اقفل المكان، ابدا عقم كل حاجه في المكان، عقم كل الادوات، عقم الهواء نفسه بتاع المكان بفورمال دهايد جاز، ابدا بقى الناس اللي هي ات ريسك اديهم بقى، اديهم كيمو واديهم سيرو بروفيلاكس. تمام، بقى اقفل المكان وعقم كل حاجه، وادي الناس اللي هي ات ريسك اديهم سيرو كيمو بروفيلاكس اللي كانوا موجودين في المكان ده. اوكي، ما عنديش اي كلام في الجاز جنجرين على فكره، صعب او مختلف عن التيتنس، غير ان انا بعرف ان انا بستخدم في سيرو بروفيلاكسس بولي فيلانت انتي توكسين والكوزيتيف ايجنت اهم واحد الكوليستريديوم والشاي، وان دوت بيبقى سيفيرلي لاسيريتد وند. تمام، اخر حاجه بقى الكام سؤال دول، بصوا انا ما لقيتش والله الاسئله مش محلوله، يعني حاولت ادور عليها مش محلوله فما لقيتش، هم لقيتهم في الفايل محلولين فمعلش نقراهم مع بعض. البيست بريفنتيف ميجر اجينست تيتنس نيوراتورم، انا قلت لكم تيتنس نيوراتورم بيربرال تيتنس على طول، لازم اهم بيزك بريفنتيف ميجر هنا هي ان انا اعمل اميونايزيشن لمين؟ للام ديورينج البريجنسي، يبقى اكتف اميونايزيشن ديورينج البريجنسي او اكتف اميونايزيشن اوف المذر. طيب التيتنس توكسويد بيتاخد للبريجننت مذر امتى؟ هل بيتاخد بعد الولاده؟ لا. هل انا هستفيد بايه؟ هل بيتاخد في الفيرست ترايمستر؟ استحاله. امال بيتاخد امتى؟ بيتاخد في السكند ترايمستر من اول الشهر الرابع، ما هو ده من اول الشهر الرابع ده السكند ترايمستر. تمام، طيب the exotoxin produced by tetanus bacilli mainly affects the following parts of the nervous system. parasympathetic nervous system لا، برين لا، هو بيكان affect the spinal cord والبرين ستيم، يبقى عندي spinal cord هي اخطرها. تمام، طيب يقول لك الفولوينج بروسيجر بريفنت النيونيتال تيتنس، نيونيتال تيتنس افتكر اهم حاجه كانت ايه؟ كانت ان انا طعم الام ديورينج البريجنسي، هلاقيها موجوده. بصوا بيقول لك جيفنج تيتنس توكسيد تو ذا ايج جروب 10 16 سنه، لا ما تهمنيش دي، انا اصلا بيقول لك نيونيتال تيتنس. طيب اميونايز البريجننت ماتر ديورينج 16 ل 36 ويكس اونلي، بس يعني عند الشهر الرابع بس، لا ما ينفعش تاخد جرعه واحده. طيب تريند ميد وايف كوندكتنج ديليفريز، هل دي حاجه يعني سبيسيفيك قوي الموضوع؟ لا، بلاك سنجل دوز من التيتنس توكسيد تو ماذرز هو اوريدي ريسيفد اميونايزيشن ان بريفيوس بريجننسي، تمام لازم هم واخدين في الحمل اللي فات اصلا، فسنجل دوز. على فكره الكلام ده في العملي هتفهموه قوي 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 قوي، لان السكيدول بتاع العملي بصراحه ما فهمتش منه غير يعني ما فهمتش التيتنس توكسيد غير من السكيدول بتاع العملي. تمام، طيب immunization of young child، لا يعني انا بعمل immunization للمذر وهي كانت واخده اصلا جرعه كمان في الـ في الـ في الحمل اللي قبله. تمام، طيب الحمد لله ان احنا خلصنا المحاضره، اتمنى سامحوني لو قصرت في حاجه، واتمنى ان تكونوا فهمتوا ان شاء الله، والموضوع سهل وبسيط اصلا،
ولازم تجمعوا كده لنفسكم مواضيع. بصوا يعني قبل الامتحان بتتقري كده في ربع ساعة، بتكون خلصت الموضوع أو الموضوعين مع بعض، بس تتعلم على الكلام المهم. زي ما بقول لكم اشكروا ربنا في اخر كل يوم ان هو الهمكم المجهود ان انتوا تخلصوا صفحتين ثلاثة اربعة اي حاجة، حتى لو نص صفحة، اشكروا ربنا على المجهود دوت، وقولوا الحمد لله دايما. حد عنده اي اسئلة يبعت لنا او يكتب تحت في الكومنتات وانا هرد عليه. ويا رب تكونوا استفدتوا، وربنا يوفقكم ان شاء الله.